صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. فاز من اعتصم بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربا، مروا بهن على القتلى مطرحة، ما بين منجدل في جنب مصطلم ومذرأة زينب جسم الحسين على بوغى خضيبة بفيض النحر واللمام عار اللباس، عار اللباس قطيع الرأس منخمدا، أنفاس في جندل كالجمر مضطرم، القطر دا الصعب القطر دا الصبر وانهارت هناك على جسم الشهيد كطود خار منهدم، وقد لويت فوقه إحدى اليدين على الأخرى ونادته يا كهفي ومعتصمي أخي أخي يا أبو علي أخو أخي، فقدتك فقدان الربيع فلا يسلوك قلبي ولا يسلو يقلو نعاك فمي. خويا يا ابنوي أنا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحم، لا والد لي ولا عم
ألوذ به ولا أخلي بقي أرجو ذو رحمي. وين راح أخوك يا زينب؟ قالت أخي ذبيح ورحلي قد أبي وبيضاق الفسيح وأطفالي بغير حمي. لي إخوة كانوا وكنت بقربهم أحمي النزيل وأمنع الجيران. أنا أحمي النزيل وأمنع الجيران واليوم أسأل عنهم الخيل التي صارت صدورهم لها ميدان. عشاق زينب يوجع قلوبهم هذا البيت تقول أنا بلتمن أنا أخت من أنا من أنا لو أنصف الدهر الذي عاد أنا النايحة وعمري تصرف يما أنا النايحة وعمري تصرم أول مصيبة بجد العظام وثاني مصيبة الأم والثالث أبويا الغشمشم والرابع المجتول بالسيم لكن ومصيبتك يا حسين أعظم أعظايم يا أبو علي شفتك على الرمضة مخذم يا ابنه يا أبو علي خويا أنا القضيت كل عمري حزينة أنا زين أبو أخت حامل ضعيف أنا زين
ابو الختحام الضعين دال ابن زمان خلاف عين خويا بس ما طحت واحنا نسبين يا ابو علي سبايا ونتستر بدين خويا سبايا احنا سبايا ونتستر بدينا ادور بالمعار حسين وين انا قعدت والله قبل لا اكمل هذا البيت بالرخصة اولا من صاحب الزمان ومن مولاة الزهرة اللي هي حاضرة تبكي على بيتها الليلة ومن حضراتكم اذا يأذيكم البيت اقعد يتعد راس حزينة ولن الشمر مقبل علينا خليني اكمل لو لا اسكت اعوفا والله للي الشمير مقبل علينا ضربني ضربني يا أخويا ضربني وقطع رقبة ويني أنا أم الحزن زينة وأني العشت مفجوعة يما وانا الشاهد تشفين للعباس مقطوعه وانا شفت اخوي حسين الخيال ترضرض ضلو إنا لله وإنا إليه راجعون قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من سعادة المرء المسلم أن يكون له ولد يشبه هدية إلى روح مولاتي الحوراء زينب وإلى روح سيدتي ومولاتي أم البنين صلوات الله عليهما بنية قضاء الحاجة المتعسرة وتعجيل زيارتهما وشفاء المرضى سيما لمن سألوني لأجلهم الدعاء ثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد طبيعة الإنسان ينصرف اهتمامه إلى شيء دون بقية الأشياء حتى ولو كانت بقية الأشياء مهمة إذا تعلق قلبه بشيء بأمر من الأمور يصب جل اهتمامه على ذلك الشيء المهتم به وأحيانا يغفل عن بقايا الأمور فإجت كثير من الأخبار والروايات الواردة عنهم صلوات الله عليهم تؤكد على قيمة هذه الأشياء اجي بتعبيرات متعددة من ضمنها هذا التعبير من سعادة المرء الغرض من وراء ذكر هذا الأمر الذي هو عامل من عوامل السعادة تعريف الإنسان المؤمن وتذكيره أيضا بقيمة هذه النعمة التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه حتى يهتم بها أكثر والغرض من بيان هذه النعم التي تولد السعادة
أن يقوم الإنسان بواجب هذه النعمة. وطبعا شنو واجب هذه النعمة؟ شكر الله عز وجل. الله عز وجل هو المنعم، هو المتفضل، من عليك بهذه النعمة التي أوجبت لك السعادة، التي سببت لك الأنس والارتياح في دار الدنيا. فيجي الإسلام يسوق لك مجموعة من الروايات من الأخبار إلا تبين بأنه هذا الأمر إلا الله انطاك إياه سبب لك السعادة، فأنت يا ابن آدم اشكر الله على هذه النعمة. هذا الحديث من ضمن هذه الأمور التي تسهم في سعادة الإنسان. من سعادة إن من سعادة المرء المسلم أن يكون له ولد يشبهه. ليش النبي صلى الله عليه وآله يبين بأن الولد طريق إلى سعادة الإنسان؟ يبين هذا الأمر حتى هذا الإنسان المسلم يكون يشكر الله عز وجل على هذه النعمة. طيب الشباب الآن يسألون شيخنا شلون نشكر الله على هذه النعمة؟ أنا بعدي في مقتبل العمر والحمد لله الله عز وجل يسر لي الأمر وسترت نفسي وصنت ديني والله وفقني إلى الزواج والله انطاني ولد، الله انطاني بنت، شلون أشكر الله عز وجل على هذه النعمة؟ الشكر يا إخواني يأتي على صورتين. مرة يعبرون عنا بالشكر اللفظي، مرة أخرى يصيحوا للشكر العملي. شنو شكر لفظي وشنو شكر عملي؟ أنا أبينها الآن. الشكر اللفظي يعني حق هذه النعمة عليك التي كانت سببا في سعادتك. دائما تخصص لك ورد في صلاتك أن تشكر الله على هذه النعمة، وهذا إنصافا يا إخواني استعوفنا من هذه النعمة، نعمة الولد المشابه للآب، هذا راح نحكي به مفصلا. بس نقول كثير من النعم الله ينطينا إياها، لكن إحنا أحيانا نجي من غير تخصيص مساحة إلى الشكر في أذهاننا. يعني مثلا أنا شايف كثير من أحبائنا الشباب إذا إجت أيام الأربعينية وفك القنوات الفضائية وشاف كل العالم دا تروح إلى كربلاء ويدق عليه صاحبه وودي له مسج يقول له ترى احنا وصلنا الى كربلاء وترى طالعين مشاية من النجف جايين الى كربلاء، خصوصا اذا ودال مثلا صورة هاي اليافطة الكبيرة مدينة كربلاء المقدسة ترحب بكم. هذا المغرب، هذا المبعد، هذا اللي عنده موانع شقد يتحرق قلبه فقط انه يطب الى حضرة الحسين، يخلي خده على شباك ابو علي يبوس للشباك. هي عند هاي النعمة. بعضهم يقول شيخنا بس أوصل أصلي ركعتين يم الحسين وراها لو الله ياخذ عمري بعد خلاص عمري ما أريده، عمري أريده بزيارة سيد الشهداء. فالله ينطينا هاي النعمة. زين من وراها شنو؟ انت إلك واهس أنه ترجع مرة أخرى يا لا؟ فأنت تخلي ببالك الشكر. ليش؟ لأنه واحد من عوامل الشكر شنو؟ أن الله عز وجل يضاعف لك النعمة، يكرر هذه النعمة عليك. الله تبارك وتعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم. فذول عشاق سيد الشهداء، عشاق الإمام الرضا، عشاق الحوراء زينب، عشاق الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، إذا الله انطاهم يوم من الأيام وصلوا إلى كربلاء طبوا للحضرة، أول ما توقع عينه على قبة سيد الشهداء خلي يصلي ركعتين لله شكرا. ليش؟ واحدة منها الله يكرر إلى الزيارات، ما تصير واحدة بالعمر، يصير عمره مليء بالزيارات. هاي واحد. اثنين، أكفت حالة يمكن ذول الزوار يفتهمون أنا إيش أقصد. مرات واحد يجي مخصص أنه راح يظل مثلا بكربلاء ثلاثة أيام أو أسبوع زمان مثلا،
أول يوم اللي يجي هو مقطوع مثلا عن كربلاء صار لأفرض 15 سنة 20 سنة بعضهم أكثر، الدور إجا إلى كربلاء، طاحت عينه على قبة سيد الشهداء، تلقائيا صارت دموعه تجري، مو صحيح؟ النوب من يجي طبل الحضرة يشوف هذا المذبح هذا المنحر، ويشوف منا ضريح الحسين، ويشوف منا كمقام سيد الشهداء، ومنا مقام العباس، وهذا التل الزينبي، تيجي بالأحزان، يظل ذاك اليوم في كمد في كآبة. هذا توفيق. يقول الإمام الصادق عليه السلام: نفس المهموم من أجلنا عبادة، وغمه لنا تسبيح. لكن الكلام يوم الثاني هم يظل عند هذا الحس، لو يروح أو يضعف. اليوم الثالث هو ذاك اليوم، أول يوم قضى كل اليوم بالحضرة، يقولوا له ما ترجع للفندق، التمام تغذي، ما يقول أصلا عايفة للزاد، أنا خلي أقعد هنا أجاور سيد الشهداء هذا يكفيني. يوم الثاني بعد يقول خلاص يزي، خلي أطلع أروح إلى الفندق أجيب الفريضة. يوم الثالث يقول خو ما لازم، ليش إلا الفجر والدنيا باردة، خلي أطلع الظهر أروح، خلي المغرب هم نستمع تعزية. إذا هو هم مطول وراها يقل عند الواهس، يضعف. فائدة الشكر يا إخواني، لئن شكرتم لأزيدنكم، شنو الوهج اللي موجود في قلب المؤمن الموالي يظل متقد. أنا أذكر يا إخواني من كنت مجاور إلى مولاتي الحوراء زينب عليه السلام أيام الدراسة والتحصيل، أحد أساتذتي يوم من الأيام، أذكر لعله أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، أنا حاضر عند الدرس ورايح إلى الحضرة أزور سيدتي، من إجيت شفت هذا أستاذي واقف يم باب الحضرة دا يتنوع على الشباك ودموع تصب. أنا وقع بقلبي، قلت خاف أنه الأستاذ راح يسافر وبلكت سفرته راح تطول، يعني عود واقف عند الباب وباوع على الشباك ويبكي، زين ما قال لي بأنه الدرس راح ينقطع. فإجيت إلى قلت له: شيخنا باكر ماكو درس؟ قال: منو قال؟ باكر أكو درس. قلت له: تمام سافر؟ قال: لا. قلت له: مو أشوفك واقف عند الباب وتباوع على السيدة وتبكي، فأنا تصورت أنه جاي تودع. فقال لي: شوف، أنا صار لي 20 سنة مجاور إلى الحوراء زينب، كل يوم من أجي أزور زيارة مودع. قلت له: شلون؟ قال: مو أخاف أرجع للبيت أخلي راسي على الوسادة، أريد أنام بعد ما أوعى أموت، فتصير هذه آخر زيارة، فأخليها شلون؟ صلي لربك صلاة مودع. يقول: هم هذه الزيارة أخليها زيارة مودع. فإذا يا إخواني، واحد من فوائد الشكر اللفظي، أنت من تقول الشكر لله على هذه النعمة وتحدد النعمة، من فوائدها شنو؟ الاستمرارية. يعني الله ينطيك الاستمرارية في هذه النعمة. حضرت بمجلس التعزية، اتوفقت للبكاء على الحوراء زينب، اشكر الله على هذه النعمة، حتى مجلس الله من تجي هم تبكي أكثر، ما يصير البكاء فقط بمجلس واحد. الله انطاك انت يا الولد الطيب بالجو البارد، تقول هذول خدام الزينب جايين يستمعون، أنا أخدمهم، أوقف عند الكيشوانية أو أوقف بالمطبخ مثلا أطبخ لهم، صدق الدنيا باردة بس المال يسوى، ومولاتي زينب تستاهل. من ورا ما تغسل المواعين تضبط أمورك قبل لا تطلع، قل الحمد لله والشكر على هذه النعمة حتى تستمر خدمة نعمة الخدمة. لاحظ، فإذا الاستمرارية واحد، ثانيا الشكر شي يسوي؟ يزيدك، ينطيك زيادة أيضا. يعني النوب أنت مثلا بيشيت 5 دقائق تشكر الله، باكر تتوفق المجلس كله تحيي بالبكاء. يوم مثلا أنت تكتفي أنه تخدم بالحسينية 7 و8 و9 و10 محرم، تقول الشكر لله، الله ينطيك ووفقك أنه تخدم من 1 محرم. أذكر من القضايا اللي مرت علي يا إخواني، مرة من المرات كنت قاصد مولاي
علي الهادي ومولاي الحسن العسكري صلوات الله عليهما. وقت ما كان أيام زيارة قبل الأربعينية، يعني أنا شوي رايح قبل أيام الأربعينية بفد مقدار 20 يوم، فإجيت إلى سامراء قبل الازدحام، شفت واحد إيراني مسوي له مضافة وده يوزع شاي، وكان أيام اشتداد المواجهات، وهذا الإيراني واقف ومسوي له مضافة ومخلي كتة شاي وصبوا له ذول الزوار. قلت له أنت بأيام الأربعين وحدك وين الحملة؟ قال شيخنا أني وحدي هنا بسامرة. قلت له ما صارت أيام الأربعين أنت من يمتى؟ قال شيخنا أني صار لي 2 شهر بسامرة، إجيت بعرفة وأخذت الغدير عند أمير المؤمنين بالنجف وقلت ما أرجع الإيران. ليش؟ قال مو أنا أخاف ذول الزوار، أدري الدنيا خوف، وهذا الزائر مرات يروح لسامراء ومرات ما يروح، ومن يجي لسامراء حرامات ما يلقى واحد يضيفه، إش دعوة ليش يضيفون عند الحسين والعباس وأمير المؤمنين وموسى بن جعفر ومحمد الجواد إلا الهادي والعسكري؟ شنو مو أئمة؟ فأنا أصير بخدمة الإمامين، وين ما زاير يجي أني أخدمة، لا يقول ماكو مضافات. قلت لو أنت صار لك من الغديرية هنا؟ قال من الغديرية أنا بسامرة زرت وضميتها. قلت لو 40؟ قال 40 بسامرة عند الإمامين. زين اليوم راح تبقى؟ قال أظل إلى 17 ربيع الأول مولد النبي محمد صلى الله عليه وآله. فالغدير ومحرم بطوله وصفر بطوله وسبوطة عش من ربيع الأول، احسبها أنا ما حاسبها، شوف ايش قد تصير 3 أشهر بيها تقريبا، 3 أشهر هو بسامرة. قلت له وين أكو مثلك هيك نمونة أنا وين ألقاها؟ وين أكو مثلك؟ ماكو. قال لي شيخنا احنا اخوان 2، أنا بسامرة أخويا بالمسيب يم أولاد مسلم هناك هم من الغدير. شوف التوفيق شلون الله ينطيك سعة وزيادة بالخدمة، فهذا الشكر اللفظي. فأنت من الله ينطيك؟ أنت يا أختي المؤمنة من تشوفين بنتك الصغيرة أم 5 سنوات 6 سنوات تحب تخلي الحجاب على رأسها وتجي هنا تقعد بالحسينية، النوب الأخوات المؤمنات قاعدات بالحسينية، هاي البنوتة الصغيرة الحبابة تطلع تجيب لهم كلينكس، تجيب لهم مي مثلا، تحب تخدم، تقولي الحمد لله والشكر، حتى الله يزيد هم تستمر هذه الخدمة وهم تزيد. انت ايها الاب يا ولي الامر شفت ابنك الله موفقه من صغره يحب يصير رادود، يحب يصعد منبر، يحب يقرأ دعاء ورا الصلاة لفضيلة الشيخ، اشكر الله على هذه النعمة حتى الله يوفقك أكثر وأكثر. من القضايا اللي تمر بالخاطر شيخ الأنصاري رضوان الله على روحه الطاهرة، آية الله الشيخ مرتضى الأنصاري صاحب كتاب المكاسب المحرمة، أساتذة العلماء يعرفونه، زعيم الطائفة الشيعية آنذاك قبل 200 سنة تقريبا، توج زعامة الطائفة فقالوا لها الأمة هنيالك ترى ابن الشيخ مرتضى اليوم توجوه من وراء الشيخ صاحب الجواهر أن يكون هو مرجع الطائفة وصار هو الأعلم. قالت هو هذا؟ تدرون منين إجا؟ والله ما ندري. شلون؟ قالت أنا كنت دائما أيام الحمل أقرأ القرآن وأسأل من الله أن يرزقني ولدا يحمل علم جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، فالله انطاني هذه النعمة. فإذا شكر لفظي واحد، بعد شكر اللفظي مو كافي يا إخواني، بس تقول الحمد لله والشكر هذا ما يكفي، هناك شكر عملي وهي الرعاية. الرعاية يكون أدير بالي على هاي النعمة، الله انطاني ولد مؤمن يكون أدير بالي عليه. ليش؟ والله يا إخواني احنا شايفين أكو بعض الأشخاص كانوا بخط الاستقامة، كانوا بخط خدمة أهل البيت، وخاف أحكي لك يعني بس هو واقع مرت علي نماذج هواي. أكو ناس الله موفقهم أنهم يخدمون بس ما أدري يوقعون
بير الامتحان والاختبار، السمو يبطل من الخدمة، لا يرزل بذاك اللي يخدم، يقول ايش سوى لنا المأتم، ايش سوت لنا الحسينية، يا ما سنوات خدمنا ايش حصلنا من وراها، شايف؟ يحرم يحرم يحرم. فانت يكون تدير بالك. ولهذا انا ادعو يا اخواني، من اشوف مثلا بعض الشباب الله منطيهم الحس التطوعي في العمل، هذولا لابد نكرمهم، هذولا لابد احنا افرض كرجال دين كاصحاب مؤسسات نقعد وياهم نشكرهم على هذه الخدمة، نلبي طلباتهم، هذا من أنواع الرعاية وهو من الشكر العملي. فإذا إذا الله أنت واحد ولدي شابه، هم يشكر الله لفظا هم يشكر الله عملا. بس أنت الآن تسألني تقول لي شيخنا ولدي شابه، يعني شنو؟ شنو المقصود؟ هذه المشابهة بين الوالد والولد شلون يعني؟ شنو نقصد بالمشابهة؟ هو يشبه بالشكل؟ لو هناك مراد آخر أعرض الآن إلى المطلب الثاني من بحثي، وهو أقسام المشابهة. مرات تجي المقاسم المشابهة مشابهة خلقية اللي يعبرون عنها المشابهة بالصفات الوراثية، يعني هذا الله انطاه ولد سبحان الله، العين مثل العين، القامة مثل القامة، القسمات مثل القسمات، السحنة مثل السحنة. ترى هاي نعمة يا إخواني من الله، ينطيك ولدي شابهك بالصورة، هذه نعمة من النعم. تدري لولا احنا يمكن نستهين من عدها. قال ليش النبي صلى الله عليه وآله يقول إن من سعادة المرء المسلم أن يكون له ولد يشبهه؟ هذه نعمة من ابنك يحمل صورتك. ترى هذا باكر انت حتى لو غبت هذا الابن يذكر الناس بك. بالسيار يقولون بأن الإمام الحسن عليه السلام هو أشبه الناس بالحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. الحسين بأبي وأمي، لا يشابه أمير المؤمنين عليه السلام. الزهراء فرحانة، فرحان هم الحسن ماخذ جمال النبي وياه من جمال. شلون جمال؟ حسان بن ثابت يصف جمال النبي يقول خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني وأفضل منك لم تلد النساء صلى الله. زين، هذا جمال النبي. جمال أمير المؤمنين شلون؟ جمال أمير المؤمنين صورة مطابقة إلى جمال رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. مع اتساع في البنية الجسمانية، احنا مو مثل ما تنقل بعض المصادر اللي عندها حساسية من أمير المؤمنين، يريدون يصورون علي بن أبي طالب عليه السلام بأنه قصير القامة، شعر ما عنده، بطن واسع. ترى هاي الصفات صفات معاوية ابن أبي سفيان. لا، أمير المؤمنين عليه السلام صورته كصورة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. فالزهراء عليه السلام فرحانة، اثنين من أولادها، واحد شابه أجمل الخلق، واحد شابه علي بن أبي طالب. أكو قسم ثاني، المشابهة الخلقية، هذا الولد ما طالع يحمل صورة الأب لكن يحمل سلوك الأب. شلون أخلاق الأب؟ شلون الأب كريم؟ سبحان الله، هذا ولد بعد صغير يحب أنه هو يخدم على الضيوف بنفسه مثل ما أبوه يخدم على الضيوف. أفرض مثلا أبوه روزخون خطيب يصعد المنبر، أفرض رادود، هو هذا استوى طفل 4 سنوات هيجي يأخذ الشفية يخليها على كتفه ويخلي له كرسي ويصعد ويحفظ قصايد. الدور هم أبوه مثلا أفرض عنده سائر الفضائل والمناقب، أكو تلقائية من غير تلقين، هي هذه الفضائل والأخلاق صايرة بقلب
الولد. هذه يسموها مشابهة شنو؟ مشابهة خلقية، يعني بالأخلاق بالسلوكيات. وهذا اللي الواقع يا إخواني يتمناها الإنسان. الإنسان صحيح يتونس إذا الولد يشابهه بالصورة، لكن يتمنى يشابهه بالسلوك أكثر، بل يكون سلوكه أفضل من سلوك الأب. سلوك الولد أفضل من سلوك الأب. بس خلي أوقف شوي عند محطة همني. يمكن إحنا الآن شبابنا وأولادنا مستائين من هذه الظاهرة. مرات بعض الآباء أو بعض الأمهات تريد أنه الولد أو يريد أنه الولد وتريد أن البنت تحمل نفس السلوك اللي يحملها الأب ومثل السلوك اللي تحمل الأم، لكن الولد أو البنت ما يستجيب ولا تستجيب. فشي تسوي؟ تضغط عليها. هو شي يسوي؟ يضغط عليه. لا انت ليش ما تلبس مثل لباسي؟ ليش اني مثلا لباسي قولت نحن بالخليج مثلا الغترة والعقال، انت ما تلبس مثلي؟ ليش تلبس مثلا هاي السترة او هذا اللبس مثلا؟ هذا مو لباسنا. افرض مثلا عند بعض السلوكيات بألفاظه. لا اخواني، لابد نفرق. نفرق بين ضوابط وخطوط حمراء مستحيل أنه نتجاوزها كأناس مسلمين مؤمنين موالين. ومرات أكو أشياء متغيرة، اللبس يتغير بين فترة الأخرى. نعم أكو ضوابط شرعية لللباس أن يكون ساترا، ذكرها الفقهاء في مصنفاتهم في مظانها. لكن أفرض مثلا ألوان محددة، قالتنا إحنا موديل معين، هذا ليش أنا إلا أريد أرجع بفترة العشرينيات والثلاثينيات أنا من جنت؟ ليش أخليه يصير سخرية من يطلع بين زملائه؟ لا شو، ليش شعرك طويل مثلا؟ ليش هذا اللباس؟ لا شوف، أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى حديث جدا رائع: لا تقصروا أولادكم على آدابكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. فترة الألفين غير فترة التسعينيات، التسعينيات غير الثمانينيات، الثمانينيات غير الخمسينيات. إحنا ما يصير أنه نرجع اللباس، وإلا هم إحنا هذول الأجداد هم لباسهم قبل مثلا الأجيال قبل 100 و200 سنة. وأنا أتخطر يا إخواني شاهد ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، من أروع الشواهد، وكل شواهد أمير المؤمنين رائعة، بس الواقع يا إخواني هذا الشاهد وظف في زهد أمير المؤمنين، بس إلى درس تربوي. أتمنى تعيرون انتباهكم وتفرغون لأسماعكم وقلوبكم وتصلوا على محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. شوية دير بالك إلى هذا الشاهد الجميل. أمير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الأيام خرج مع خادمه قنبر. قنبر بعد ولد شاب ما أدري 18 سنة 20 سنة ذاك الوقت، يمشي ويا أمير المؤمنين. فأمير المؤمنين التفت إلى قنبر قال له: إحنا نريد نروح للسوق، أريد أشوف لي قميص جديد وهم أخذ لك أنت قميص جديد. فجاء أمير المؤمنين سلام الله عليه فرأى قميصين معلقين، سأل صاحب المحل قال له: ذني الأقمصة الثنين ببيش؟ قال له: هذا بثلاثة دراهم والثاني بدرهمين. فابتاعهما أمير المؤمنين، قال له: هاي 5 دراهم اعطيني القميصين. دفع القميص ذا الثلاثة دراهم إلى قنبر، وأخذ أمير المؤمنين القميص أبو الدرهمين. قنبر ما رضى، شقد يحب الأمير المؤمنين، قال له: سيدي يا أمير المؤمنين، أنت أمير المؤمنين والخليفة والوادم تجي لك ووفود الطب عليك، وهم الدور هاي المدرعة أنت مرقعها وجاي تشتري لك ثوب جديد، سوى ب3 دراهم يعني شقد يسوى؟ هالدور هم تنطيني أبو الدرهمين؟ شوف احنا عادة الخطباء من نقراها نجيبها الى تواضع امير المؤمنين والى زهده، بس اكو حكاية الامير المؤمنين رائعة في علم السلوك والتربية.
شوف شي يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له يا قنبر أنت شباب ولك شره الشباب، وأما أنا فقد ذرفت على الستين. يعني يقول أنا أقدر أنه الشاب إلى رغبة أنه يواكب مثلا التغيرات سواء بالألبسة أو بالأمزجة، صح يبقى منضبط محافظ على الضوابط الشرعية، لكن أنا ما جاي إلا أرجع إلى قبل 100 سنة يلبس الثياب أبو 100 سنة يلا يصير مؤمن متدين، لا. هذا خلوه ببالكم هذا الشاهد، يقول له أنت شباب ولك شره الشباب. فإذا يا إخواني إذا احنا نريد المشابهة السلوكية اللي هي الخلقية ما يخالف، هذا بالتدريج بالترويض أشتغل على الولد تلقائيا حتى يحب السلوك مالي مو أرغمة. يقول أمير المؤمنين وقد تقدم الحديث لا تقصروا أولادكم على آدابكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. زين، صار كم قسم من أقسام المشابهة؟ 2، خلقية وخلقية. بعد أكو قسم ثالث؟ أكو. شنو القسم الثالث؟ القسم الثالث أن يجمع الولد الحسنيين، القسمين، يعني هم يشابه الأب بالصورة وهم يشابه الأب بالأخلاق. الله، هذه هي غاية المنى، هذه اللي يعبرون عنها حلية الأب، زينة الأب، أن يصير عنده ولد هم يجمع صورته وهم يجمع أخلاقه. ولهذا خلي هذا شاهد بين هلالين، شوف إمامنا الحسين عليه السلام يوم العاشر من المحرم ما قارب القرآن، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تريد كل الخير من الله، طلع أفضل ما لديك. فالإمام الحسين عليه السلام راد يطلع يوم عاشوراء بأول دفعة باكورة وطلايع الطالعين، طلع منه علي الأكبر. شوف شي يقول الحسين عليه السلام، اللهم اشهد عليهم فإنه قد برز إليهم غلام، اقرأ وياي، أشبه الناس شنو؟ خلقا وخلقا ومنطقا بحبيبك محمد صلى الله عليه وآله. يقول مو يشابهني إلي فقط، خو أنا أشابه النبي، لا، يشابه الجد النبي اللي هو أعظم. والمشابهة بالقسمين، بالخلق والخلق إضافة إلى المنطق، يعني من يحكي كأنما النبي يحكي، شايف؟ فإذا يا إخواني من واحد الله يرزقه ولد، الولد هذا يشابه بالصورة بالأخلاق، هذا خليه يشكر الله، الله انطاه أجل النعم التي تستوجب السعادة. ولهذا الولد اللي يشابه أباه في الصورة وفي السلوك شي يسمونه زينة الأب. من هنا أطلع الآن، أنت تقول لي هذا المجلس معقود على شرف الحوراء زينب عليه السلام، جيب هالموضوع إلى مولاتي زينب. هو زينب يا إخواني شنو معنى هالاسم؟ قال العلماء زينب، بعضهم يقول هذا المعنى اللغوي لأي زينب أخرى، أي امرأة اسمها زينب، أي بنت اسمها زينب، يقولون معنى زينب شنو؟ شجر طيب الرائحة. بس مولاتنا زينب ليش سميت زينب؟ لأنها زينة أبيها، زينة أمير المؤمنين. وشوف هذا الاسم مستنقى من السماء، ولدت الحوراء زينب عليه السلام، مولاتي الزهراء قالت يا أبا الحسن سمها، قال ما كنت بالذي أسبق حبيبي محمد صلى الله عليه وآله. نبي صادف أنه خارج في بعض شؤونه، إجا ورا يوم يومين التقى بأمير المؤمنين، قال يا علي ما أنجب لك؟ قال أنجبت لي بنت يا رسول الله. قال وما أسميتها؟ قال يا رسول الله ما كنت بالذي أسبقك. قال وأنا ما كنت بالذي أسبق ربي. هل أثناء هبط الأمين جبرائيل، قال يا محمد العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك سمها زينب. اللهم
وصلى على محمد وآل محمد. يعني اسم إلهي، اسم محمدي، اسم علوي. وهسه راح نشوف شلون كانت زينب بالفعل زينة لأبيها، غير قلنا أن الزينة المشابهة. خلي نشوف مشابهة الحوراء زينب لأبيها أمير المؤمنين، هذا هو صلب حديثي هذه الليلة. أريد أبين أوجه الشبه بين الحوراء زينب وبين أمير المؤمنين عليه السلام. الوجه الأول من أوجه الشبه، شابهت أباها فيما؟ في الانقطاع إلى الله. أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان إذا دخل في الصلاة خلاص عرج بروحه إلى العالم العلوي. من يدخل أمير المؤمنين إلى معركة تجي السهام والنصال في مقدمه الشريف. زين، كانت الزهراء عليها السلام هي التي تنتزع السهام. إيه، شعر أمير المؤمنين موجود، أفاطم هاك السيف غير دميمي، فلست برعديد ولست لئيم. إيه، بس من راحت الزهراء يجون وراء المعركة يريدون ينتزعون السهام. متى يجون؟ ما عندهم جرأة. هذا علي بن أبي طالب، فيسألون الإمام الحسن عليه السلام فيقول انتزع السهام من أبي إذا دخل في الصلاة. خلاص بعد عالم مستقل علي بن أبي طالب. من أجمل ما حدث التاريخ عنه في ليلة الهرير في صفين، سموها ليلة الهرير لشدة الرعب ولشدة البرد. يعني تصور، يقولون الأسنان تصطك، هم خوف هم برد، سميت ليلة الهرير. أمير المؤمنين عليه السلام أحصيت له 500 تكبيرة في ليلة واحدة، كل تكبيرة برأس يقطعه علي بن أبي طالب. فد مرة انقطع صوت أمير المؤمنين عليه السلام. ليل المقاتلة كانت بالليل، عادة الحرب تصير من النهار عند الغروب خلاص يبطلون. معارك صفين لا، القتال مستمر لأشهر ليلا نهارا، وهذه المقاتلة من أمير المؤمنين ليلا. فد مرة انقطع صوت علي بن أبي طالب. إيه، صار كل واحد يقول له لا سمعت صوت أمير، يقول لا خافوا. قالوا خاف أكو سهم طايش أصاب أمير المؤمنين فقتله. مالك الأشتر شقد يحب الأمير المؤمنين، حب مالك لأمير المؤمنين منقطع النظير. أكو حديث والله يا إخواني تقشعر منه الأبدان، منه يوصل إلى هالمنزلة من علي بن أبي طالب. يقول أمير المؤمنين عليه السلام كان مالك لي كما كنت لرسول الله صلى الله عليه، يعني مالك نفسي التي بين جنبي. فواحد يحب واحد ومرة واحدة انقطع صوته، شي يصير بحاله؟ مالك غضب، قال أريد فدائية، أخذ غمد السيف من خشب خلاه على ركبته كسره. هذه علامة أنه أنا ما أرجع إلا إذا أدركت طلبي. قال أنا راح أطب للمعركة، لو أجيب علي بن أبي طالب لو أموت ويا علي بن أبي طالب. الجماعة قالوا مالك بس انت تروح، بس انت تحب العلي بن أبي طالب، هم احنا نروح. فتكسرت أغماد 12,000 سيف، كلهم ذولا فرقة، يعني فرقة فدائية تريد تدور على أمير المؤمنين. اجوا طبوا بقلب المعركة منتصف الليل، وإذا علي صاف قدمي مصلي لربه، انقطع عن العالم وهو يصلي صلاة الليل. مالك الأشتر صح بالعجل سوى حلقة داير ما دار أمير المؤمنين، خاف سهم يجي، احنا نقي عليا بأنفسنا. ابن عباس اجى انتظهر الأمير المؤمنين واستقبل القوم بوجه، قال أريد أي سهم يجي يوقع بحلقي بوجهي ويسلم علي. أمير المؤمنين أبد، السهام تترى عليه هو بعالم غير العالم. من انفتى الأمير المؤمنين من الصلاة التفت إلى ابن عباس، قال يا أمير المؤمنين أها هنا تكون الصلاة. أنت وين أبو حسين؟ وين أنت؟ بمسجد الكوفة أنت؟ بالمسجد أنت بالمعركة هنا تصلي؟ قال يا ابن عباس وهل قاتلناهم إلا على الصلاة؟
كان غرضنا من المعركة شنو؟ هذا علي بن أبي طالب لا يبالي بأي شيء، خلاص إذا دخل في الصلاة انقطع عن كل شيء. تعال إلى ابنته الحوراء زينب عليه السلام، صلت صلاة الليل بيا ليلة، ليلة الحادي عشر من المحرم. خلي ألفت نظركم إلى شيء أحبائي، أدري تردون تبكون على مولاتي، ما يخالف انطيني مهلة، بس خلي أوضح لك شيء. أنت من تقول زينب حتى ليلة الحادي عشر ما تركت صلاتها، زين شبيها ليلة الحادي عشر عود زينب تعوفها للصلاة؟ أنت تقول لي وحشة، تقول لي أجساد مضرجة مثلا، منو إلى خلق وإلى واهس يصلي ذيك الساعة وأكو قدامه جنائز؟ قد واحد يقول مثلا خيام محروقة، هيك يقولون. لا إخواني، الأمر أخطر من هذا. تدري خطورة ذيك الليلة شنو؟ عمليات اغتيال كانت، تدري ولا؟ اسمعوا شباب شوية، اسمع وركز، هذه الضمها الحكاية، أريدك بعاشور ليلة الحادي عشر تتخطرها وتتذكرها من عندي. عمليات اغتيال كانت، مو هو الهجوم، الهجوم وحد، إجاهم منع من وراء الهجوم. مولاتي زينب عليه السلام لزمت اثنين من الولد يتامى صغار من أيتام سيد الشهداء، ش سوت؟ اخذت طرف ثوب كل واحد منهم، هيك ربطته بطرف الثوب الله، وقالت أولادي تباوعون ذيك الخيمة ذيك البعيدة. قالوا يا عم، قالت أريدكم تروحون إلى ذيك الخيمة، بها عمر ابن سعد، أنا ما أريد واحد يسمع صوتي، وهم ما بي حيل أمشي بعد، ترى من الظهر وأني أركض بالبر، مرات رايحة لأبوكم الحسين ومرات رايحة أدور على رقية، بعد ما بي طاقة، فإنتوا نيابة عني روحوا لعمر بن سعد قولوا له تقول لك عمتنا زينب مر الخيل فلترجع عنا لنبيت سواد هذه الليلة. فذول الأولاد الثنين اجوا يركضون إلى خيمة عمر بن سعد. الله لا يروع أولادكم، الله لا يعجل على أولادكم باليتم، بس واقعا اليتيم يكسر الخاطر. ترى وقفوا عند باب الخيمة، هذا الحارس راح إلى عمر بن سعد قال له أمير أكو أطفال اثنين جايين ما أدري ايش يردون. طلع عمر بن سعد قال ما عندكم يا عيال الحوسين؟ رادوا يحجون بكوا دموعهم فد مرة فرت نزلت. قال لا تبكون، ايش صاير بيكم؟ قال إن عمتنا زينب. أتصور سبب بكاهم، يقولون ما نريد نجيب اسم عمتنا زينب إلى أجنبي، لكن شو سوي، هو الزمن خلانا بهيك حالة. تقول لك عمتنا زينب مر الخيل فلترجع عنا لنبيت سواد هذه الليلة. صدق عمر ابن سعد قال لهم وخروا خلاص خليهم كافي، إلا صار بعد يزي، لكن أكو نواصب بعد غليلهم ما اشتفى. تدريش صاروا يسوون؟ يجون بالليل يتسللون إلى المخيمات المحترقة، يلزمون الطفل من أطفال الحسين عز على الغيارة، يخلون الخنجر بحلقة ويذبحونه. مرات الخيول يعني لا حلم الله، يا الله، يجي واحد، هذه فاطمة بنت الحسين تقول، يجي بالخيل يركض وراء الطفلة، ترى واحدة من أطفال مسلم ابن عقيل، مو حميدة، أصغر من حميدة، أصغر من عندها، اسمها عاتكة، أربع سنوات لو خمس سنوات. إجت زينب تركض وراها، جاءت الخيل فوطأتها بسنابكها. يعني مو أدري والله شلون أحكيها، والله ما أدري، منظر جدا قاسي، بس أتركها أراهن آني علي مخيلتك، أنت تتصور الموقف. زينب جرتها وإذا حافر الخيل اخترق قفصها الصدري. اغتيال كان، عمليات اغتيال، مع ذلك زينب وهي مهددة بالقتل ما تركت صلاة الليل كأبيها أمير المؤمنين، صلت صلاة الليل. أريد أحكي حكاية أنا كنت ضامنها الليلة باكر، بس شفت الآن حالة انكسار، هذا محلها، هم أقراها إليك ليلة باكر. يوم العاشر من المحرم
آخر كلمة زينب سمعتها من الحسين وهو على قدميه قبل لا تسمع صوت الحسين يقرأ القرآن وراسه على الرمح. الحسين يريد يطلع صاعد على ظهر الجواد ودع وخلص يريد يروح للمعركة، مشى خطوات رجع ترجل بأبي وأمي، إجا إلى مولاتي زينب. صح زينب؟ قالت فدتك زينب أبا عبد الله، آمر يا أبو علي دلل علي شتريد. قال يا زينب لا تنسيني هذه الليلة من صلاة الليل، ديري بالك يا زينب، ديري بالك الليلة أريد تخصيني بالدعاء. تحليلها باكر أقرأ، خلي أكتفي أريد الدمعة من عنده. شي يريد يقول لها الحسين؟ يقول زينب أدري أنت مثل أبويا، أنت من الطبين بالصلاة بعد خلاص ما تدري بالدنيا، ترى بناتي ركضا بالشول زينب، خاف واحدة تيه بالبر منو يرجعها، فقطع صلاتك صلي ركعتين وروح ركض دور رقية، ارجع صلي ركعتين وروح دور سكينة. وأول مرة أني أشوف صلاة من هيك نمونة إخواني، شايفين إحنا اللي يصلون صلاة الليل يدور لفت زاوية يصلي بيها حتى ما ينشغل. زينب كل ساعة وتركض تدور على طفلة لو طفل ضايعة. خلصت الآن تريد تعقب، تريد تقرأ دعاء، وينهم اللي يصلون صلاة الليل؟ شي يقرون دعاء الحزين لو غيره؟ زينب شو تريد تقرأ من دعاء؟ قالت عندي دعاء خاص بس أريد لي محراب حتى أقرأ بي الدعاء. وين محرابك زينب؟ قالت عند جسد الحسين، محرابي أسويه يمن حرب علي. إجت والله صارت تمشي، إسا تقول لي شلون وصلت ظلمة، شلون اندلت هي أم النور والنور يشع من نحر الحسين. اهتدت على الحسين من نور الإمامة، جلست على قدميها. الآن تريد تدعو بالدعاء، اشتقرين من دعاء زينب؟ اللهم تقبل منا، أروح فدوى لدموعك، أروح فدوى لانكسار القلب، أروح فدوى لهاي الونة هذه. زينب من دعت المن دعت يا جماعة؟ مقدمة قربان المن؟ رد علي أريد جواب من عندك، ما أريدك تبكي هسه. مقدمة القربان ليش؟ الحسين خو من انذبح حصل على الدرجات. تدري زينب ليش قدمت قربان؟ حتى انت بلندن تجي تقعد وتبكي على الحسين، حتى بالأربعينية تروح مشاية لسيد الشهداء، قالت خاف ذول البكائين علينا الزائرين إلنا عشاقنا يصيبهم ضيم، أني أقدم قربان حتى الله يسلمهم. والقربان شنو يا زينب؟ نحر أخي الحسين. شنو الليلة هاي الليلة؟ ترى باوع أنت من تشوف هاي التوفيق والله مو من عندي، وحق هي مولاتي زينب، أتصور هي أنفاس الزهراء حاضرة يا منا يعني، وهاي الساعة مجربة مجربة إخواني، من تشوف دفعة واحدة صار بكاء غير مهيئ يعني هذه بركات روح الزهراء الحاضرة بالمجلس، أطلب حاجتك من هذيك الساعة. خلي أوديك إلى مصيبة لاخ، مصيبة أخرى أريدك تبكي عليها. خلي ما رايد أكمل الموضوع، الدمعة وإجت ما أكسرها، بس آخر وجه من أوجه الشبه شنو؟ أن زينب حملت صفات أمير المؤمنين هم الجسمانية مثل فضائله، بحيث إذا نطقت زينب كأنما علي بن أبي طالب ينطق. من تحكي زينب؟ هاي هو أمير المؤمنين صاحب منبر سلوني. ولهذا سادة أول أخذ من أدكم رخصة، قايل لك أخاف أنزل من على المنبر السيد يعاتبني ليش هيك تحكي على عمتي زينب. طبت بالمجلس الحبل بإيدها، زين العابدين يقول أدخلنا على يزيد ونحن مربقون بحبل واحد. شلون سيدي؟ قال أول الحبل في عنقي، آخر الحبل في كتف عمتي زينب. والله ما قاريها هاي الحكاية بشهادتها مولاتي، كأنما مضمومة لهاي الليلة، وحق هي زينب.
مو بالي أقرأ هاي الحكاية، بس كأنما أشوفها قدامي وتأشر علي تقول اقرأها. زين شلون إجا الحبل بكتف زينب؟ هاي والله صعبة، والله هي صعبة. إيه خرج يقولون عبد من مجلس يزيد وبيده حبل، زين العابدين التفت له قال ما تريد أن تصنع؟ قال يا ابن الحسين أمر الأمير يزيد بأن أربطكم بحبل واحد. قال يعني وآني مروتي تقبل أخليك تقيس واحدة من عماتي وخواتي؟ قال له شا سوي مو أمر؟ قال له انطين الحبل. انطين الحبل ما يخالف، أنا أكتفهم إليك عمي، انطيني مهلة مروتك، خلي أخر الدمعة شوية حتى تبكي أكثر، هم أخذ راحتي من أقرالك. النساء شلون صار كلهم صف واحد سرى، الأطفال بالمقدمة النساء بالخلف. أول ما إجا زين العابدين بيد الحبل إلى أخت سكينة صح أخي بلا أخي قربي راسك، قربت راسها لف الحبل على رقبها من ورا سكينة منو؟ رقية. رقية قربي راسك، قربت راسها لف الحبل على رقبتها. ومر زين العابدين على البنيات على الأطفال، زينب بآخر السرى، زين العابدين بأوله وزينب بآخر السرى، عود يحفظون اللي بالوسط. من وصل زين العابدين إلى زينب راد يحط الحبل انكسر خاطره على عمته زينب، ما خلى الحبل برقبته، لا وضعه في كتفها، قال هذه مثل أمي فاطمة. يقول زين العابدين وكلما قصرنا عن المشي قرعونا بالسياط، توقع الطفلة على الطفلة، الحرمة على الحرمة. وقفت زينب بذاك المجلس صارت تخطب، هند زوجة يزيد جوا بالمختلة بالمخدع تسمع صوت كأنه صوت علي بن أبي طالب. الصوت صوت امرأة لكن اللكنة اللهجة لهجة علي بن أبي طالب. التفتت للجارية قالت يا جارية امضي إلى الحارس اسأليه من هذه المرأة التي تخطب. راحت الجارية وقفت على باب الغرفة صاحت حارس، قال بلى. قالت سيدتي هن تسأل هاي المرأة تخطب مني؟ قال فد لحظة أروح أسأل وأجي. رجع الحارس قال يا جارية قولي للأميرة إن التي تخطب اسمها زينب. راحت الجارية الهند قالت لها سيدتي هاي المرأة يصيحوا لها زينب، حطت إيدها على قلوبها قالت روح سئلي يا زينب الزيانب كثير. راحت الجارية رجعت قالت سيدتي يقولون اسمها زينب بنت علي. ايش سوت هند؟ شالت ايدها لطمتها على وجهها قالت اسكتي فض الله فاكي واجهد بلاكي، اين زينب والوقوف في المجالس؟ زينب عدها ابو فاضل شي جيبها بين الزلف؟ قالت والله سيدتي مو اني لاقول هم اللي يحجون. قالت خلي اروح اشوف. رفعت سجف الغرفة واذا زينب بتعلي واقفة الحبل بايدها. هي ايش سوت؟ شالت المقنعة من على راسها طبت مفرعة بين الزلم. يزيد من شاف قام اخذ رداء ذب على راسهن قال يا هند استعمل الحياة تدخلين بين الرجال. هي شالت الستر ذبته قالت يزيد قبح الله وجهك تسترني وزينب واقف. يا زينب يا زينب يا زينب انزل لك من على المنبر وابوس ايدك والله، بس تنطيني مهلة أجر نفس لأن الأبيات اللي راح أقراها جدا قاسية، ما ينطيني قلبي أقراها، أحتاج إلى مدد الغوث يا مولاتي يا زينب.
هند اجت قالت خلي اشوفها، بلكت مو هي زينب، بلكت هذا الحجالي مشتبه. اجت وقفت على راس زينب، باوعني ايش سوت هند؟ خلت ايديها على خدي زينب، قامت تتنوع بوجهها، تقول انت صدق زينب؟ زينب وجهها مو متقشر، زينب شعرها مو ابيض، زينب ظهرها مو منحني. اسألك الدعاء، اطلب حاجتك، اطلب امرادك، هي زينب باب من ابواب الحوائج. انت زينب هيج غيرت الزمان، هوايه بعيوني احس متغير، الها الكثور يمي الحزن متروس شي، الصار بيك ابدا فلا صار بمره. تقلها يا هند اللي شفته مو قليل مو قليل، شافت شفت اخويا حسين طاح على الثرى. تقلها يا هند اللي شفته مو قليل، شفت اخويا حسين طاح على الثرى، شف الذباحة اجا وسيف بيدي، قلب خويا وظل يقطع منحرة. مو قايل لك يوجع القلب هو البيت، مو قايل لك انت انطيني مهلة انا ما اقدر اقرا، شلون انت تقدر السمع؟ زين هم البيت الجاي يوجع القلب اكثر. شفت ذباحة اجا، شف الذباحة اجا وسيف بيدي، قلب خويا حتى نهحرها برا. شفت خيل الكفر من جالت علي، خلت الاضلاع كلها مكسر. شفت جمالة اجا وخنجر بدي، لجل خاتم ظل يقص بخنصر. لو اسولف لك بعد مجلس يزيد، سب امي وظل يشتم حيد. لو اسولف لك بعد مجلس يزيد، سب امي وظل يشتم حيد. شال راس حسين اخويا بلحيتي، بخيزران حتى ثغرة كسر. يا زينب يا زينب يا زينب، اي هاي الصيحة المضمومة طلعها وديها القبرها، خليها تسمع صوتك صيح. انضامت زينب من وقفتها بالمجالس، كل واحد ما صار يعرفها، حتى من رجعت للمدينة ما حد عرفها. يقول لها محمد بن الحنفية أنت زينب الهاشمية، قالت لا يا محمد أنا زينب المسبي. أريد أمرد قلبك الليلة، أريد حتى ذول أولاد الصغار هم يبكون.
اجتها ام البنين. هاي مو الكم انتو الزلم، النساء اقرالهم هاي الحكاية خاصة الهم، انتو راح اقرالكم فتشي اخر. اجتها ام البنين زينب واقفة ما دقيتها تريد تسلم عليها، ام البنين خطرتها ومشت عنها. تعدت ام عباس من زينب ترى تسأل النسوان يا هي هالمرة. تعدت ام عباس من زينب ترى تسأل النسوان يا هي هالمرة، يعني زينب هالكثر متغير، يعني زينب هالكثر متغيرة وهالكثر من السفر مكسورة. اوف يا زينب خلصت انت يا القاعد جايب بنيتك الزغيرونة الحلوة الحبابة، هم راح اقرالها حتى الله يسلمها. طبت زينب إلى دار الحسين، أكو بنية صغيرة عليلة، وقفت على الباب قامت تأشر عليها، قالت هذا البيت ما يدخل إلا الحسين وزينب، أنت من الطابة علينا بالدار. ذيك الحرمة جرت دموعها على خدها، بيجت زينب وصاحت يا عيوني صرت كلكم بعد ما تعرفوني. يعني ايش اسوي؟ لا اخويا محمد عرفني، لا ام البنين عرفتني، انا عتبي على اخوتي اللي ضيعوني، على العباس اعتب لو على حسي. انت زينب؟ انت عمتي زينب؟ اي نعم فاطمه. قامت تطالع لي وراها، قالت منو تدورين؟ قالت عم هاي مو سكينة؟ قالت اي نعم. وهاي مو الرباب؟ قالت اي نعم. وهاي مو ليلى؟ قالت اي نعم. وهذه مو رملة؟ قالت اي نعم. عم من تسألين؟ قالت رقية يا عم ما شفتها. عندكم شك بعد بأن زينب ما تقضي حاجتكم؟ صار الليلة مثل ليلة عاشر محرم؟ رقية يا زينب ما شفتها، أخاف يا البنات وما عرفتها. تقلها ودمعتها تكتها، أنا بالشام يا عم دفنت. بقي شبح الشام يراود الحورى زينب، حتى سلمت أمرها لبارئها، أخذت إلى الشام مرة أخرى، فلما دخلت ذكرت وقوفها في المجالس. قال بعض أرباب السير مرت الحوراء زينب على شجرة، فلما نظرت إليها سالت دموعها على خديها. حضر قلبك، أريد من عندك صرخة بهذا المكان. سألها عبد الله بن جعفر يا زينب مما بكاوك؟ قالت يا ابن العم على هذه الشجرة نصب راس أخي الحسن. أنا أم الحزن زينب، وانا اللي سطرني البين، انا العشت مفجوعه وانا الشاهد الطشتيش. يما جبد الحسن في واحد واحد بيه راس وقعت على فراش المنير. راح اختم مجلسي، اريد اقرا شهاده مولاتي زينب، ليلة باكر ليلة الختام أقرأ وحشة زينب، لكن الليلة أريد أقرأ بس على مولاتي ساعة الوفاء. وقعت مولاتي على الفراش جف ريقها،
واحدة من النسوان انكسر قلبها على زينب، قالت أريد أجيب لها شوية ما يتبرد قلبها. أدنت آنية الماء من زينب، صارت زينب تلوح بوجهها تصيح أنا أشرب لذيذ الماء. منو بيكم يحفظ البيت هو يقرأ عني؟ أنا أشرب لذيذ الماء حاشا، وأهلي قضوا كلهم. أحسنت، هكذا هي النياحة. ذيك الساعة صارت دموع الحورة زينب تجري على خديها. ابن جعفر يسألها يقول زينب مما بكاؤك؟ هذا البيت خاص هم إلى النساء، بس قبل لا أقرأ البيت، نساء عليكن هي فاطمة الزهراء. أكو واحدة منكن قاعدة قلبها محروق على أخوها بالغربة، من يدق عليها تليفون يقول لها أخي والله مشتاق لشوفتك، شوف زينب ايش قالت. خلي كل أخت حنونة تتذكر أخوها، وزينب شلون تذكرت إخوانها. صحيت يا محلى الأخت لو عدها إخوان. الله يجمع الشمل إن شاء الله، الله يجمع الأحباب إن شاء الله. يا محلك يا محلى الاخت لو عدها اخوان، تعيش مدللة وما يوم تنهار، وزينب الدولة بهالزمان ضيعها وتركها بغير خوان. بيت الدعاء. صاحت يا ابو فاضل مدللني 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 ومدلل خواتي، وبعدك ترى ضاعت حياتي يا أخو. خويا خويا العطش يبس شفاتي شفاتي، يا ابو فاضل ترضى الشمر يسحب عباتي يا أخو. يا الشمير والله ضربني ضربني، خويا شالي دوع على خد سطرني. هذه زينب ومن قبل كانت بفناء دارها تحط الرحال.